شكرا لزميل الاخضر بريش. حضرات المشاهدين اينما كنتم تابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل، كل انظار العالم متوجه هذا المساء وانطلاقا من هذه اللحظات الى نيزني نوفغورود ستاديوم بمدينة نوفغورود التي تبعد 491 كيلومتر شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، في مباراة نارية رهيبة حديدية بين الأرجنتين وكرواتيا ضمن حسابات المجموعة الرابعة في ثاني جولاتها. المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على النسور النيجيرية بهدفين لصفر، في مكتب المنتخب الأرجنتيني بتعادل بدعم المرارة أمام أيسلندا 1-1. يعني أن خسارة ميسي والأرجنتين الليلة قد تبعث به إلى بحر الظلمات في انتظار قادم الأوقات، حتمية الانتصار ورشايا غير الانتصار لتأمين أفضل مشوار. أما كرواتيا ففوز الليلة يبعث به رسميا إلى الدور ثمن النهائي الذي لم يعرفه منذ مونديال فرنسا 1900. هذه لمسات خورخي سان باولي في انتظار هز الشباك من جانب المنتخب الأرجنتيني. إذا باريسيتش، باريسيتش يراوغ أملاه، يصدد وكابايرو، ممتاز جدا كابايرو. إيفان بيريسيتش الرهيب يتلاعب طبعا بجابرييل ميركادو، ولكن ويلي كابايرو دائما في الوضعية الهجومية. إيفان راكيتيتش، كرة خطيرة، كرة كرواتية قوية على الدفاعات الأرجنتينية، مخالفة ضد لوكا مودريتش للمدافع، يعدي أملاء أكونيا، ترجع مرتدة والكرة لباسو. غريبة غريبة وعجيبة، اليوم منذ بداية المونديال غايب عليه التركيز، سلطان السلاطين ليس حاضر على المستوى الذهني. أكويرو، التصويب، التصويب رائع ممتاز، انسو بيريز، وكذلك وصول لماركوس اكونيا. المنتخب الارجنتيني ايماتي هذا الطريق لانسو بيريز، وانسو الحكم يطلب اللعب، واضح انه انسو بيريز يبحث على مخالفه حتى يتمكن ميسي من التسجيل. بيريز بكره امتياز يعدي باليسار ويعدي تلافيكو، كرة غدارة من المدافع الأكس أمستردام. في هذه اللقطة الأخيرة ماركوس أكونيا مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي لا يملك الخبرة الكثيرة مع المنتخب الأرجنتيني. كرة مراوغة أولى لريبيتش، لكن التغطية من أوتاماندي. ناري، أجويرو، 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 يوزع، ركنية للمنتخب الأرجنتيني. التدخل الأخير كان من داموغوي فيدا وديغان لوفرين. هذه هي الكرة بالرأس، لكن مباشرة ميسي، ليو 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 ليو، كرة لمن يغني ليو. كونيا يدخل اليسار والكرة جول. غريبة انسو بيريز، انسو بيريز على الليفر بثلاثة اهداف لهدف. كرة مرة أخرى من ميسي، فيدا، إمكانية ريبيتش، أنتي ريبيتش، ريبيتش اللي وزع، غريب 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 هذا التعامل الدفاعي الأرجنتيني. وينو خورخي سان باولي؟ وينو ليو ميسي وأجويرو لا يمر أمام أنتي ريبيتش، يوزع وترجع الكرة بمخالفة، أكيد مخالفة كالعادة ضد أنتيتش. ريبيتش فيها جول، وماذا يفعل ريبيتش؟ ريبيتش ضاع فيها، ريبيتش مهاجم أيتراخت فرانكفورت يضيع الإسبقية الكرواتية بكرة عالمية مثل ما بين الأرجنتين وكرواتيا. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية. في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني مودريتش، ليو ميسي يلعبها بسرعة، وإمكانية أرجنتينية في التصويب، أرجنتيني، إيفان بيريسيتش، إيفان بيريسيتش يوزع بالأرجنتيني مثل ما يفعل في نادي برشلونة. سؤال كيتيتش ومانزوكيتش، أتاميدي، تاليافيكو، أجويرو، أجويرو في التصويب، وسوبازيتش، تعود الكرة لكابايرو يلعب
ومهاجم البطولة العلمانية يكوي الأرجنتين بالنار، يكوي الأرجنتين بالنار كابايرو وميسي في حالة انهيار. خورخي سان باولي يعاين الدمار الكرواتي، غير معقول ومش مقبول في عمر 36 عام هذا الحارس. أوهام في أوهام، ويلي كابايرو يلعب كرة من مودريتش وبالرأس يدخل مرة أولى كجونزالو إيغواين. إيغواين إنزو بيريز، إنزو بيريز بكرة ما يوصف منها. يا حبيب الملايين يا نجم الأرجنتين إنزو بيريز، وكرة لجونزالو إيغواين. إيغواين الراس جول، لا يا 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 دانيال سوبازيتش يتصدى لسلطان السلاطين. يا سادة يا مشاهدي، ميسي مراقب ولكن بافون يشن الهجمة، بافون يعدي والورقة. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة مرمى، يقول راكيتيتش. راكيتيتش في القائم الثاني وحده، فيرسالكو يوسع. سوبر ماريو على طريقة الكرة الافتراضية، ورغم التواجد لجونزالو إيغواين، ديبالا 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 عمل حالة ولكن خارج الميدان. كرة والكرة ما زالت بالخطورة، فيها جول، لا يا ممتازة. هل يتمكن تلافيكو اللي وزع لشكون؟ يا غصن الليمو بافون لأكونا، أكونا يعدي أكونا ولا تمر الكرة. ما يدي لوكا مودريتش، مودريتش حاول المراوغة، مودريتش صار جول. جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا لوكا، يا لوكا، قوة المعركة. زلاتكو دانيتش ينهار ليو ميسي ومنتخب الأرجنتين في حالة دمار. هو لوكا مودريتش، كرايف الكرة الكرواتية، يبعث بالمنتخب الكرواتي إلى الدور. كابايرو، راكيتيتش صادت. قلت لكم مشاهدينا الكرام، على يمين ويلي كابايرو، واستمع لي راكيتيتش تصويت. جول، جول، مهزلة فظيعة، فظيعة كروية، ضحيتها أرجنتينية والثلاثية الكرواتية. عقاب، عقاب بأشد عذاب للأرجنتين هنا مشاهدينا الكرام في